يا كابتن محمد، سامعني؟ الف مبروك. الو كابتن اسلام. يا ابو الكباتن الف مبروك يا حبيبي، فرحتونا واسعدتونا. والله الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب، وربنا كبير الحمد لله. اه ده معلش ممكن الاسلوب مش احسن حاجه شبه في البصر. معلش بقى. اه شفت تهنئه الكابتن خطيب النهارده، بيقول لكم دلوقتي حالا، بيقول لكم الف الف مبروك، وفي نفس الوقت بيقول لكم خلي بالكم عندنا كاس الكؤوس الافريقيه. طبعا الكلام ده قلناه في الاوضه بعد البطوله، الحمد لله ربنا كرمنا، وفي الاوضه قلنا الحمد لله نفتح النهارده ونتبسط، وان شاء الله من بكره نفتح صفحه جديده اللي هي بطوله ابطال الكؤوس ان شاء الله. الماتش كان صعب، وكانت النتيجه قريبه جدا لغايه اللحظات الاخيره، ودور كل لاعب في الفريق، ولكن دور حراس المرمى النهارده حاجه كبيره جدا يا كابتن محمد. والله الحمد لله. طبعا انت عارف حضرتك ماتشات الديربي اهلي وزمالك دايما بتبقى ليها طابع خاص، خصوصا في الهاندبول. صحيح. لان احنا عارفين ان دايما دايما الاهلي والزمالك في الهاندبول هم قوام رئيس بتاع منتخب مصر، فتبقى مباراه عصيبه جدا، ومباراه بتتلعب على تفاصيل صغيره جدا، وفيها ضغط عصبي ممكن يكون اكتر من اي لعبه ثانيه. حتى الكوره والله يعني لو المتابع هيعرف ان الاهلي والزمالك في الهاندبول ايكوال، احنا بنعلى شويه وهما بيعلوا شويه، فطول الوقت في ضغط جامد جدا، لكن الحمد لله بالشغل والاجتهاد وتوفيق ربنا بالتوفيق بيبقى معاك الحمد لله. بطوله من حقكم ان انتوا تحتفلوا، مش ماتش في كاس، مش ماتش في دوري ولا ماتش بتاع، لا انت بطوله ومن حقك تحتفل ومن حقك تتبسط، ولكن ان شاء الله بعد ان شاء الله بطوله كاس الكؤوس وترجعوا نحتفل بيكم مره ثانيه على الهواء مباشره هنا معانا في القناه يا كابتن محمد. اصعب وقت في المباراه النهارده كان امتى؟ والله العظيم لا اكمل بس على كلام حضرتك. اتفضل يا كابتن. طبعا في الاول وفي الاخر هي بطوله السوبر، لكن هي فعلا كتير مهمين جدا، هي ثالث بطوله على التوالي. صحيح. يعني ثالث بطوله نكسبها على التوالي، وده برضو انجاز كبير ان هي مؤهله لكاس عالم الانديه. طبعا هي بطوله ليها مزايا كتير جدا جدا جدا. طبعا بشكر ربنا، ولو سالني على اصعب فترات في المباراه هي لما لعبنا اربعه ونقصنا دي، لو احنا فرقه مش متماسكه او مش واقفه على حيلها كنا نهارنا في طويل ده، لكن الحمد لله الفرقه رجاله ويعبروا عن نفسهم وعن شخصيتهم طول وقت المباراه دي. بس المباراه كابتن، انا اتفرجت على الماتش كله، المباراه طوال الوقت ان احنا عندنا مستوى عالي جدا، وبعدين فجاه تلاقي ان احنا بعدنا شويه وبعدين نرجع مره ثانيه، ايه اللي بيحصل؟ فهمنا اكتر يا كابتن. والله هو الريتم طول ما الريتم عالي بتاع المباراه بيبقى فيها نسبه جري كتير، بيبقى في اخطاء طبعا من التعب، وزي ما قلت لحضرتك من الضغط العصبي، وان احنا في انت مالك على الاقل السنه دي بنلعبين ثلاث اربع مرات، اكثر من اربع مرات، فاحنا حاطين بعض اللعبه دي مع بعض في المنتخب. صحيح. بيلعبوا بنلعب الزمالك في السنه اكثر من ست سبع مرات، فكله حافظ بعضه، فده بيسبب اخطاء كبيره، وبيخليك طول الماتش في الوقت طول الوقت في الماتش ابس اند داونز كتير. لكن اللي بيبقى اكثر تماسكا واكثر جاهزيه بدنيه هو اللي بيقدر يوصل لاخر، والحمد لله يعني احنا واثقين في شغلنا وبتوصل لاخر ثانيه الحمد لله بتكسب الحمد لله. هتقفله طبعا النهارده، ومن بكره هيبقى هناك تفكير في امور اخرى او في بطوله اخرى. ده اكيد النهارده ريكفري اللعيبه، وكل واحد لو في مشكله كاتمه اصابه خفيفه ولا حاجه نبدا نشتغل عليها. ايوه ان شاء الله من بكره ان شاء الله. ألف ألف مبروك يا كابتن محمد، وإحنا معاكم دائما، وكل جمهور النادي الأهلي في ظهركم، وكل جمهور النادي الأهلي بيهنيكم. من فضلك وصل تهنئة كابتن خطيب الأول وكل لاعيبة النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي لكل اللاعبين. طبعا طبعا شكرا لكل مجلس إدارة خطيب النادي، فأمانة الله من أول ما إحنا جينا واقفين في المشروع بتاعنا ومؤمنين بيه. أيوه. ولما حتى بيحصل بعض الإخفاقات الناس واثقه فينا جدا 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 وبيدعمونا، وعمرنا ما طلبنا منهم اي حاجه وتاخروا بامانه، عشان كان في برضه بعض الحاجات اللي بتتقال في الميديا او السوشيال ميديا ان المجلس الاداره متاخر. لا معلش، خليكم انتوا في الشغل اللي انتوا بتعملوه، ان انتوا تاخدوا بطولات. ده مش حقيقي، بس ده اللي عايز اوضحه برضه عشان الناس تاخد حقها، الناس فعلا ما تتاخرش عن اي حاجه والله بما يرضي الله. يعني ألف ألف مبروك يا كابتن محمد، ويعني إن شاء الله نكلمكم كمان كام يوم إن شاء الله، إن شاء الله بعد الفوز على البطولة. شكرا جزيلا والف مبروك يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن محمد ابراهيم، المدرب العام للنادي الاهلي.